الجيش الأوكراني فاجأ الجيش الروسي بضربات مفاجئة ضد إحدى أكبر الأرتال التي تعتمد عليها روسيا في عملية تطويق العاصمة الأوكرانية كييف. وهذه الأمور وهذه التفاصيل أصبحت واضحة من الصباح الباكر. هذه هي العاصمة الأوكرانية كييف كما ترون، وهذه هي الحدود الإدارية للجهة الشرقية للعاصمة الأوكرانية بهذا الاتجاه، وهذه هي منطقة بروفاري، وهذه هي أيضا منطقة بورسبيل التي لا زالت تسيطر عليها القوات الأوكرانية بكل تأكيد. بالنسبة إلى النقاط الحمراء التي ترونها هنا، هي كلها تحت سيطرة القوات الروسية. الذي جرى عند تقدم القوات الروسية تحديدا إلى اتجاه مدينة كوزلتس بهذا الاتجاه، هم لم يتأخروا بكل تأكيد ووصلوا يوم أمس إلى بوهدانيفكا بهذا الاتجاه، ولم يكذبوا خبرا ولم ينتظروا حتى 24 ساعة ليتقدم هذا الرتل الكبير باتجاه بروفاري من أجل إنهاء مسألة تطويق وإغلاق الجهة الشرقية للعاصمة الأوكرانية كييف. ولكن كانت هنالك مفاجأة بانتظارهم منتصف هذا الطريق، ودعونا نلقي نظرة على هذه المفاجأة التي جاءت بهذا الشكل. القوات الأوكرانية واضح بأنها كانت مستعدة، هذا هو الرتل بداية الذي ترونه، والتصوير يأتي من إحدى الطائرات المسيرة للقوات الأوكرانية التي كانت تراقبهم. هنا بدأت الاشتباكات عند دخولهم إلى مدينة صغيرة بهذا الشكل، بدأوا يتعرضون إلى هذه الضربات التي ترونها، للضربات التي يتعرض لها الجيش طبعا الروسي بهذا الشكل. ولكن بداية دعونا نأخذ عددا من النقاط لكي نتعرف على هذه المنطقة بشكل واضح. كما هو ملاحظ هنا، نحن أمام منزل بهذا الاتجاه، سقفه يبدو باللون الأحمر مميز، ويقابله أيضا منزلا أيضا مميزا سقفه باللون الأخضر. وكذلك هنا واضح بأننا أمام ساحة أو موقف تتوقف فيه الشاحنات كما هو واضح، وفي الجهة الأخرى تأتي مساحة مفتوحة ليس هنالك فيها بنايات. وهذا الطريق طبعا هو طريق عبارة عن ذهاب وإياب بهذا الاتجاه. لنرى ما الذي جرى إلى هذه القوات الروسية عند وصولها إلى هذه المدينة، وهي مدينة أو قرية سكايبن بهذا الاتجاه. انسحبت فعلا بعد كل هذه الضربات التي تعرضت لها بهذا الشكل. ليس واضحا إذا ما كانت ضربات مدفعية أو ضربات بالدبابات التي أجبرت القوات الروسية على الانسحاب بهذا الشكل. وبالتالي إذا ما توجهنا إلى القمر الصناعي لكي نلاحظ ونلقي نظرة على هذه المنطقة، طبعا هذه هي بوهدانيفكا والمنطقة الوسطية، سنقترب منها، دعونا نقترب منها قليلا. هنا نحن كما تلاحظون اقتربنا، هنا بوهدانيفكا بهذا الاتجاه، وهذه هي المنطقة التي يجب ونريد أن نركز عليها لنقترب منها. دعونا نقترب من المدخل الخاص بها، ودعونا نقلب الصورة قليلا إلى اليمين، ودعونا نقترب الآن لكي نلاحظ العلامات التي ألقينا نظرة عليها. وسنلاحظ بأننا أمام هذا المنزل الذي هو سقفه باللون الأحمر، وهذا هو المنزل الذي هو بسقفه باللون الأخضر بكل تأكيد، وهذه هي الموقف أو الساحة التي تتواجد فيها الشاحنات أو موقف للشاحنات، وهذه هي المساحة المفتوحة بكل تأكيد، وهذا هو الطريق الذي يأتي على أساس ذهاب وإياب بهذا الشكل. وبالتالي هذا يعني بأن القوات الروسية هي تقدمت من بوهدانيفكا بهذا الاتجاه كما هو واضح من هذا المحور، من محور واحد. وعند دخولهم إلى هذه المنطقة كانت القوات الأوكرانية جاهزة في عملية اصطياد القوات الروسية، وبالتالي القوات الروسية انسحبت بكل تأكيد. وهذا يعني بأنهم عليهم معالجة الموقف من هذا الاتجاه، وقد يضطرون من فتح باب ومحور من هذه المنطقة، وبالتالي يستطيعون من مهاجمة مدينة بروفاري من أجل السيطرة عليها والدخول بكل تأكيد في حرب شوارع. ولكن القوات الأوكرانية بهذا الشكل هم مسيطرون إذن على هذه المناطق لا زالوا حتى هذه اللحظة، ألا وهي بروفاري، وواضح بأنهم مستعدون لخوض العديد من المعارك مع القوات الروسية بهذا الاتجاه. ولكن في نفس الوقت القوات الروسية هي تحقق تقدما كبيرا على المستوى الجنوبي. إذا ما ذهبنا إلى المناطق الجنوبية وتحديدا بهذه المنطقة، وهذه المنطقة طبعا هي تمثل منطقة خيرسون بهذا الاتجاه التي سيطرت عليها القوات الروسية، وكذلك ميكولايف، وهنالك تحرك مميز يأتي بهذه الاتجاهات. دعونا نقترب
من هذه المنطقة التي تحدثنا عنها. بالنسبة إلى القوات الروسية بعد سيطرتها على خيرسون بهذا الاتجاه، هم تقدموا إلى ميكولايف، لا زالوا يحاصرون ميكولايف، وهنالك كثير من المعارك تجري هناك، ولكن القوات الأوكرانية لا زالت مسيطرة على هذه المنطقة. تقدموا طبعا أثناء المعارك هذه إلى هذه النقطة ألا وهي نوفا أوديسا، وبعدها تقدموا بنفس الوقت إلى باشتانكا بهذا الاتجاه، وتقدموا أيضا إلى قرية تقابل منطقة أو مدينة باشتانكا، وبعد ذلك تقدموا إلى هذه النقطة التي تتمثل بمدينة كبيرة اسمها فوزنسنسك بهذا الاتجاه، وحاصروها ولم يقتحموها. الأمر الجديد مما جرى بالنسبة للقوات الروسية الآن، يوم أمس تمكنوا من عملية التقدم إلى هذه النقطة ألا وهي تتمثل بمدينة سينيوريفكا بهذا الاتجاه، جاءوها من محورين، من محور مدينة خيرسون بهذا الاتجاه، وكذلك من ميكولايف، تقدموا إليها وحاصروها. وهذه توضح عددا من الأمور بالنسبة لهذا التحرك الروسي. أولا بأن الواضح جدا مع تقدم القوات الروسية وعبورها نهر الدنيبر من هذه المنطقة المتمثلة بمحطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهربائية التي سيطروا عليها في حقيقة الأمر منذ بداية المعارك، واضح أن من خلال وزارة الدفاع الروسية من خلال مقاطع فيديو بأنهم بدأوا يعبروا هذه المنطقة. فقد يكون هنالك مسألة التقاء، يبحثون عن التقاء بين هذه القوات مع القوات التي عبرت إلى هذا الاتجاه من أجل تأمين غرب نهر الدنيبر. هذا هو نهر الدنيبر، واضح بأن هنالك أهداف استراتيجية هنا. كذلك هو يوضح بأن القوات الروسية تريد أن تؤمن الجناح الأيمن الخاص بها بهذا الاتجاه، خاصة وأن الجناح الأيسر للقوات الروسية هو مؤمن من قبل نهر بوك بهذا الاتجاه، وأن أيضا القوات الأوكرانية المتواجدة في هذه النقاط وخاصة في ميكولايف هي ليست في صدد مهاجمة القوات الروسية أبدا، وإنما في صدد الدفاع عن هذه المدن. لذلك هم يبحثون عن تأمين هذه النقاط والاستمرار بالتقدم بهذا الشكل. كذلك الأمر الجديد بالنسبة للقوات الروسية بأنها اقتحمت الآن فوزنسنسك، وهنالك صراعات ومعارك كبيرة جدا في الشوارع بهذه المدينة المهمة جدا. إذا ما ذهبنا إلى أحدى مقاطع الفيديو القادمة من الصباح الباكر بهذا الشكل، وهي طبعا هذا المقطع هو يأتي من الجيش الأوكراني وهو يقاتل في الشوارع القوات الروسية. سنلاحظ الفيديو سريع للغاية، ولكن هنالك إطلاقات نارية كبيرة وضربات كبيرة يتعرضون لها من القوات الروسية، وكذلك هم يتعرضون إلى القوات الروسية. وإذا ما أخذنا عددا من اللقطات من هذا الفيديو فقط لكي نعرف أين نحن في هذه النقطة، وهل فعلا هم في فوزنسنسك التي نتحدث عنها. هنا من هذه اللقطات من هذا الفيديو نلاحظ هذا المبنى المميز باللون الأبيض مع الكتابة الخاصة به، واضح بأننا أمام شارع من هذا الاتجاه وشارع من هذا الاتجاه وشارع باتجاه آخر، وهذا شارع إلى الشمال، ويوضح بأننا أمام التقاطع. وأيضا هذا هو أيضا عمود مهم جدا، فيه أيضا هذه العلامة أو هذه إشارة المرور التي ترونها بهذا الاتجاه. دعونا الآن نلقي نظرة على المبنى الذي يقع مقابل هذا المبنى الأبيض لكي يعطينا تأكيدا أكثر على الموقع الذي نتحدث عنه. هذا المبنى هو يأتي باللون الأخضر، القادم من هذا الفيديو الذي شاهدناه الآن هو يبدو باللون الأخضر مع كتابة حمراء بهذا الاتجاه. كذلك أن هنالك شارعا هنا وشارعا بهذا الاتجاه، وبالتالي نحن في نفس التقاطع. وأيضا هنا واضح جدا بهذا الاتجاه، إذا ما ألقينا نظرة سريعة أيضا إلى هذه النقطة سنلاحظ هنا بالفعل هنا إشارة مرور بهذه المنطقة، وبالتالي أصبحنا نحن أمام نقاط واضحة جدا بالنسبة إلينا. الآن دعونا نذهب إلى الأقمار الصناعية لكي نلاحظ هذه المنطقة وما الذي يجري فيها. هذه هي مدينة فوزنسنسك، دعونا نقترب من هذه المنطقة، دعونا نقترب من هذه أو هذا التقاطع الآن. وقبل أن ننزل إلى هذا التقاطع نريد أن نلقي نظرة طبعا بكل تأكيد، إذا ما قمنا بالهبوط بهذا الاتجاه وألقينا نظرة بهذا الاتجاه فقط لنتأكد من المباني، وأيضا نتوقف بهذه المنطقة ونلقي نظرة إلى هذين الاتجاهين، دعونا نهبط بهذا الاتجاه أولا وسنشاهد الصورة التي ألقينا نظرة سريعة عليها. بالتأكيد سنلاحظ بأننا أمام نفس هذا المبنى الأبيض بهذا الاتجاه، وهذه هي الشوارع التي كانت واضحة بالنسبة إلينا، وبالتالي نحن أمام التقاطع. وأيضا هذا هو العمود الذي تتواجد فيه طبعا إشارة المرور بهذا الاتجاه، وبالتالي أصبحت الأمور واضحة. الآن دعونا نتوقف هنا بهذا الاتجاه ونلقي نظرة سريعة بهذين الاتجاهين فقط لكي نتأكد من المبنى الذي يقع
مقابل هذا المبنى، وبالتالي سنلاحظ نعم نحن أمام نفس المبنى الأبيض، وهذا هو المبنى الذي هو يبدو بسقفه الأخضر المميز، وهذه هي إشارة المرور، وبالتالي نحن أمام نفس العلامات بكل تأكيد. الآن دعونا ننسحب قليلا لكي نعرف أين كانت هذه القوات الأوكرانية متوقفة مع هذا المبنى ومع المبنى الثاني بهذا الاتجاه. نحن أصبحنا أمام حقيقة بأن القوات الأوكرانية كانت تتصدى بهذا الاتجاه، وكان المصور هو يصور بهذه المناطق التي تعرفنا عليها، وبالتالي عند الابتعاد بالقمرة الصناعية الآن مرة ثانية سنلاحظ بأننا أمامه. هذا هو المبنى الذي ركزنا عليه، ألقينا نظرة عليه، وهذا هو المبنى بسقفه الأخضر المميز، هذا هو التقاطع، وبالتالي القوات الأوكرانية تدافع بهذا الاتجاه، وأن القوات الروسية تشتبك معهم في هذه المنطقة. وهذا يعني باختصار شديد جدا بأن القوات الأوكرانية الآن أو القوات الروسية فعلا اخترقت فوزنسنسك بهذا الاتجاه، وبالتالي الآن إذا ما سيطرت على هذه المدينة اليوم أو يوم غد أو غيرها، فإنها أصبحت على بعد 30 كيلومترا من هذه المدينة ألا وهي كوستانتينوفكا، وهذه المدينة هي يتواجد فيها مفاعل نووي مهم للغاية، يقدم الكثير من الطاقة الكهربائية إلى أوكرانيا، وهذا المفاعل يعني مهم للغاية ويعتبر استراتيجيا بالنسبة إلى القوات الروسية إذا ما سيطروا عليه. وهذا يعني إذا ما القوات الروسية تقدمت إلى هذه المنطقة التي تحدثنا عليها التي يتواجد فيها المفاعل وسيطروا عليها، فهذا سيعني بأنهم سيطروا على هذا المفاعل وسيطروا على مفاعل أيضا زاباروجيا الذي قاموا بعملية خاصة في السيطرة عليه، وسيطروا كذلك على مفاعل تشيرنوبل الذي هو مغلق ولكن سيطروا عليه بكل تأكيد، وبالتالي بقيت فقط مفاعلين هي التي تعتبر تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية بكل تأكيد من البقية. وبالتالي أيضا التواجد في هذه المدينة التي يتواجد فيها المفاعل النووي هو أيضا يجعلهم على مسافة 290 كيلومترا إلى جنوب العاصمة الأوكرانية كييف، وكذلك هو يفتح بابا مهما جدا بالنسبة إلى القوات الروسية بأنها ممكن أن تقوم بعد ذلك بعملية إلفاف أو إطباق على ميكولايف التي لا زالت القوات الأوكرانية متواجدة فيها، وممكن أن تقطع الطريق على بين أوديسا وبين ميكولايف وتقطع أي إمدادات ممكن أن تأتي من أي اتجاه إلى أوديسا، وبالتالي يكون أمام أمر انتصار كبير جدا بالنسبة إليهم على المستوى اللوجستي وعلى المستوى طبعا الدعم وتحقيق النصر في هذه المعارك. ما هو مطلوب بالنسبة للقوات الأوكرانية؟ هي أن تستمر في الدفاع عن هذه المدن بكل نجاح، وأن تمنع مثل هذه السيناريوهات بأي شكل من الأشكال لمنع وصول القوات الروسية إلى أي منطقة مهمة أخرى. وهنالك تطور مثير آخر هو يجري أيضا وأعلنت عنه وزارة الدفاع البريطانية اليوم بأن هنالك عددا من القوات البريطانية اختفوا فجأة من بريطانيا ولم يعود يعرفوا أي شيء عنهم، وهم يعتقدون بحسب وزارة الدفاع البريطانية بأن هؤلاء الجنود البريطانيين ذهبوا مباشرة إلى أوكرانيا للقتال من أجل أوكرانيا ضد القوات الروسية، وهذا الأمر واضح بأنهم قلقون منه. وصرح عدد من المسؤولين إلى الاندبندنت البريطانية وقالوا بأن القادة العسكريون قلقون من أن الجنود البريطانيين في حالة أسرهم يمكن أن يستخدمهم الكرملين كذريعة لاتهام بريطانيا بالدخول في الحرب، وهذه قد تعني حرب عالمية ثالثة بسبب هذه القضية تحديدا، وخاصة أن هذه القوات الآن هي دخلت في الفيلق الدولي الذي شكله الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. ولذلك نحن أمام موقف فعلا صعب للغاية، موقف ليس بالسهل.